ما بعرفش. طيب فيك تقول ما في صفقة كان لإخراج قاسم، للإفراج عن قاسم تاج الدين؟ كمان ما في يقول، ما فيك تقول إنه ما كان، يعني في صفقة. شو بعرفني؟ شو صاير مؤخرا بينك وبين نائب وليد جنبلاط؟ صارت تغريدة عن أستاذ بهيج أبو حمزة والمازوت، وأنت بتعرف إنه في تهريب مازوت إلى سوريا. هلا أخطأ بالصورة ما أخطأ بالصورة غير موضوع، بس كل العالم بتقول وين هالمازوت اللي عم يرجع لبنان وما عم يوصل للبنانيين. أول شيء هو صاحب شركة مازوت بيعرف أكثر مني، لأنه هو بجيب مازوت وبجيب بنزين. هو ينفي إنه يكون عنده مباشرة أي لا علاقة؟ هو عنده شركة مع هيبكو، هو له 40% منها الشركة، وهن أخذوا كوجيكو بقالوا 40%، وهو عنده شركة مع طلال الزين بالغاز ويحتكرون الغاز. خلينا ما نحكي الأمور مثل ما هي. شو هو يحتكر الغاز بلبنان، ما بعرف شو اسمه، مع طلال معروف الشركة الوحيدة ما فيش غيرها تحتكر الغاز في لبنان، والشركة الثانية اللي هي كوجيكو أخذوها هيبكو منه وهو له 40% منها، فبلا هلا وفكيت. هاي أول شيء. الأمر الثاني، فهو أخبر بالمازوت وبريحة المازوت. أنا ما بعرف بالمازوت، لا بهرب مازوت ولا بشتغل بالمازوت ولا لنا علاقة بالمازوت. وبهيج بو حمزة خليه يحل عنه، بكفي خرب له بيته واعتدى عليه للزلمة، لا بيشتغل بالمازوت ولا له علاقة بالمازوت ولا بيشتغل بالموضوع. بهيج بو حمزة يتركه يعيش للزلمة، يتركه يعيش مع عائلته للزلمة، عشو الحقد الأعمى بعد 40 سنة خدمة؟ يعني عشو بهيج بو حمزة؟ بهيج بو حمزة معوش يعيش اليوم هلقات؟ طبعا، لأنه أخذ له كل أملاكه، لأنه هو بالسجن بهيج بو حمزة، عرفتي كيف؟ وقال لك رح يدعي بهيج علي يعني بس تخلص محاكماته، ولكن بهيج هو بالسجن أعطاه وكالة تيشوف له كل حساباته وكل أملاكه، راح تعرف الأمانة سجل الأملاك باسمه بما فيهم حصة بهيج بوكوجيكو. فهي موضوع بهيج بو حمزة. الأمر الثاني أنا اللي بيعنيني، أنا كنت بتمنى أول شيء الوزير جنبلاط يروح يعمل جولة على المشايخ قبل لقائه عند الرئيس نبي بري مع الأمير طلال، مش بعد لقائه. يعني كنت بتمنى يروح يحط المشايخ قبل بالجو مش بعد، لما نحن طرحنا موضوع أن تكون الأمور برعاية المشايخ نطرح عند المشايخ، وهم راح عند المشايخ بمنزل أحد المشايخ، وطبعا الفيديو عندي هون هلق بسمعك تحت الهواء، لأن احتراما للبيت ما بدي سمعه على الهواء. بيقول ببيت أحد المشايخ وأمام مشايخ إنه وئام بده يخرب، وئام عم بيتسلح وعم بيسلح الناس، عم بيسلحهم رز وسكر وحمص وبرغد، صاروا سلاح هذا، بس هيئتهم هو سلاح بيأذي كمان. أنا ما كنت عارف إنه بيأذي الحمص والبرغد كمان. حضرتك من الناس اللي عم بتجيب أنا ما كنت حابب أحكي هالموضوع. نحن من أشهر بنعملها، بس أنا بصمت كنت مبلغ الشباب وبديش إياها هالقصة هالدعاية كلها، ولكن لما نحكي اضطريت أحكي. بيقول إنه أنا هيك بمنزل أحد المشايخ. أنا اللي بدي أقول لك يا بايك، أنا بتمنى كنت لو رحت واكتفيت بالدعوة للوحدة بس. وأنا اللي بدي أقول لك إنه أنا بتحداك تقول أنا وزعت خرطوشة. أنا عندي كتير، عندي قد ما بدك كتير عندي، بس أنا بستعملهم وقت اللي فيه حاجة للكرامة الجبل وكرامة أهل الجبل وكرامة لبنان. أنا حريص على الجبل أكتر منك يا وليد جنبلاط، تعرف ليه؟ لأنه أنا وأهل الجبل، أنا وهون الناس إذا متنا منخلق عن بعضنا. هي الأمر ما بينطبق عليك لأنت، كيف أنت يعني؟ ما بتخلق، خليني كفي الله يخلي ما تقطعيني، هذا الأمر ما بينطبق عليك ولا منخلق عندك ولا بتخلق عنا. من هيك أنت بتحافظ على زعامتك بالجبل ما بتحافظ على أهل الجبل، هي الفرق بيني وبينك. لا بس أنا لحظة شوي خليني كفي، إذا بتريدي وعملي اللي بدك إياه ما تقطعيني. ما بحكي تفضل. نحن منحافظ على زعامتك مش على أهل الجبل، لأنه انت رحت عند بري تشكيل وتبعت للحزب، وانا والله ما حدا بيمون علي، انا بيمون علي المشايخ، كنت رحت شكيت لهم من الاول. انا اذا ساعدت 5-6 آلاف عائله
وين المشكلة؟ يا ريت في يساعد الكل، وانت ساعد، شو المشكلة؟ ما قلنا لك. طب انت دربت وتسلحت، جبنا سيرتك، طب ما بنعرف وين بتدرب، الأجهزة رصدتك كل بكل المحلات وين عم بتدرب، طب ما حدا جاب سيرتك. تعرف الفرق بيني وبينك شو؟ ليش أنا هون الناس بحب؟ لأنه هون الناس بحبوني إلي بالجبل، أنا ما بأذيهم. أنت هون الناس إلهم مصالح معك وبيخافوك، هي الفرق بيني وبينك. أنا بحب يحبوني، ما بحب يخافوني. أنا بحب يخافوا علي مش يخافوا مني. هي الفرق بيني وبينك. أما ما بأذيهم، أنا عندي عقيدة دينية حبيبي، أنا ما بأذي موحد. لأن بعتبر إذا أذيت موحد بخسر الدنيا والآخرة. هي الفرق بيني وبينك. هو ما بتعرف أنت تفكر فيهم. هودي مش موجودين عندك تتفكر فيهم. فاللي بدي أقول لك إياه، أوعى شي مرة تجيب سيرتي بعد. أوعى شي مرة تجيب سيرتي بعد بهذا الموضوع. لأنه هذا الجبل أنا قتلت فيه حبيبي. أنت صحيح كنت قائد هذه المسيرة يوم، بس كنت قاعد بالشام، الناس كانت عم تموت، هاي الناس المعطرة والناس الأوادم والناس المخلصة. اسمح لي، منك حريص على الجبل، لا أكثر مني ولا أكثر من غيري ولا أكثر من آخر واحد قدم شهيد بهذا الجبل. بغش جيب سيرتي، مش رح أقول لك أكثر من هيك. بقاش تجيب سيرتي والسوريين لا معهم خبرك، والله إلي سنين ما حدنش منهم سألني سؤال عنه بحياته من سنين، ولك ناسينك، ما حدا معه خبرك، انت صرت على الهامش، ناسينك، ما حدا معه خبرك. حاش كل يوم تفتعي القصة، تب بتسترجيش تختلف مع الشيعة وصلحتهم بشروطهم، تب بتسترجيش تختلف مع عون وصلحته بشروطه، ومع سعد صلحته بشروطه. ليش جاي تعمل مشكل داخلي؟ ليش جاي تخنقنا لنا؟ شو عملنا لك؟ طب قل لي شو عملنا لك؟ طب قل لي بأصعب الأوقات وقفنا معك أو ما وقفنا معك؟ وين أسأنا لك؟ خبرني أنا بالتحديد، أنا بالتحديد وين أسأت لك؟ وين أسأت لك بأصعب الأوقات؟ شو هالكلام هذا البلطامي؟ روح تحكي قدام المشايخ، تستغل غيرتهم لبعض المشايخ، مش كلهم، لأنه في منهم كتير بيفهموا، بيفهموا منيح وبيعرفوا منيح. تروح تستغل غيرته وانت تيجي تحكي هالحكي ما له طعمة، والحكي ما بينصرب بمحل. طب بس هو بالنسبة لك كل هيدا الشيء لأنه حضرتك أيضا من الأشخاص اللي عم بيخزنوا وبهذا مستعدة، بعرفش بيضلوا هيك، بيضلوا قلقين وبدوا يضل مقلق الناس تيضل عامل لهم شيء مشكل مع حدا. طب كيف هو في ضله ماسك بدون ما يضل عمل له مشكل مع حدا؟ أنا مهمتي هي انفتح على الناس، وأنا مهمتي هذا المجتمع خليه ينفتح على الآخرين، مش مهمتي أبدا قوقعه. أنا هيك بفهم الأمور، هو يصطفي كيف بيفهمها. أنا بيهمني ما يجيب سيرتي، وأنا بدي أجيب سيرته، ولا بيعني لي ولا بدي أجيب سيرته. ما بقى أجيب سيرتي، أوعى شي مرة تتلفظ باسمي بهذا الموضوع. صاير فيكم مثل ما صاير بالموارنة، كلهم بيختلفوا على الموقع. لا لا أبدا، ما مش مختلف، ما مختلف معه. زوروا لي الانتخابات وسقطوني، ما نزلتش قطعة الطرقات بسيطة ولك يا نانسي. زور لي هو وكثير من حلفائي الانتخابات تسقطوني، قال لي أنا سقطت على 157 صوت، ما قدرتش أجيبه بالحاصل. لما شافوني ربحت الساعة 9 بهذه بالتفضيلي وهزمت له مرشحه، راحوا اخترعوا لي اختراع تسقطوني لإلي وناجي البستاني بالليل. قال ولك يا اختي، ولك في ناس مأكدين منهم بأمريكا مشوا 5 ساعات تنتخبونا مش جايين أصواتهم. خلص شو بدي فيها؟ أنا ما عملت مشكلة حساب موقعي، وأنا بعملش موقع مشكلة حساب موقع. على صرميتي أنا 100 نايب، مش نايب، 100 موقع على صرميتي، عرفتي كيف؟ بس أنا وعد قريب على كرامتي، أنت بتعرف، وعد قريب على كرامتي. شي مرة أنت حر تتنازل عن كرامتك قدام فلان وعلتين، حر. أنا بتنازل قدام الله بس، وأنت بتعرفني بلا هالألعاب تبعك، روح لعب مع غيري. لهون نوصل لنهاية لقائنا معك رئيس حزب التوحيد العربي وأبو مهاب، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا شكرا لحسن المتابعة، غدا حلقة جديدة من برنامج حدث، وأنا أعود إلى كارن، وصباح اليوم إليك كارن.